تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، افتتح معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مشروع السهيل الإسكاني الكائن في ضاحية اللوزي. ويعد المشروع باكورة مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوفر 132 وحدة سكنية بأسعار تلائم التمويلات الإسكانية. ولدى تفضله بافتتاح المشروع أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله أن مسار الشراكة مع القطاع الخاص في توفير وحدات سكنية من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية قد أثبت جدواه في توفير حلول مبتكرة وخدمات إسكانية لائقة ومتميزة للمواطنين وبأسعار تلائم المستفيدين من البرامج التمويلية المستحدثة، وذلك على نحو يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأوضح معاليه أن الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات لا سيما الإسكانية منها تأتي في مقدمة الأولويات الحكومية الواردة في برنامجها للأعوام 2023-2026، وذلك بهدف تحقيق استدامة الخدمات الإسكانية وضمان فورية تقديمها للمواطنين، لافتا في هذا الصدد إلى الاستمرار في وضع الحلول المناسبة والملبية لحجم الطلبات والتي تسهم في الوقت ذاته في تلبية طموحات المواطن البحريني من حيث توفير السكن الملائم. وعرب معاليه عن شكره وتقديره لسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وكافة منتسبي الوزارة والشركة المطورة للمشروع على الجهود التي بذلت لتدشين مشروع سهيل، مشيرا إلى أهمية جعل هذا المشروع أنموذجا يحتذى للمشاريع المستقبلية الثمانية والتي وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتنفيذها ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص. من جانبها رفعت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتفضل سموه بمباركة مشروع السهيل الإسكاني وما يمثله من انطلاقة حقيقية وناجحة لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية. وأكدت سعادتها أن الوزارة ضاعفت جهودها لوضع توجيهات سموه في موضع التنفيذ والمتعلقة بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وتنفيذ ثمانية مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين 2023-2024 لتوفر آلاف الوحدات الإسكانية من قبل شركات التطوير العقاري على أراض مملوكة للدولة بمختلف المدن الإسكانية. كما أعربت سعادتها عن شكرها لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح المشروع إذانا بطرح وحداته أمام المواطنين الراغبين في الحجز والاستفادة من الخدمات التمويلية.